مشاهدينا مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول اليورو الذي لا يزال يتداول بمسار هابط، ولكن بعض التحسنات في تداولات الدورة الأمريكية نهاية أمس، خصوصا مع تراجع الدولار بعض الشيء، ولكن يبقى هناك انخفاض على اليورو مضغوط بحالة عدم اليقين في إيطاليا، خصوصا مع اتخاذ قرارات جذرية لإيطاليا من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأيضا كان المستثمرين يذهبون لبيع الأسهم وهذا ضغط سلبا على العملة الأوروبية طبعا، وأيضا هذا الضغط البيعي مستمر على أسعار اليورو، لكنه تحسن من أدنى مستوياته تقريبا في 5 أشهر بعد تراجع الدولار بعض الشيء، وطبعا يعود الفارق بين السياسة النقدية في المنطقة الأوروبية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة هو العامل الأبرز لهذا الضغط السلبي على أسعار اليورو. في المقابل في التحليل الفني نرى أن هناك مستويات مقاومة مهمة عند 1.1797 ومستويات دعم مهمة عند 1.1748، لكنه لا يزال مستمر بهذه التداولات والترند الهابط الذي يظهر في الرسم البياني. حاليا RSI يعطينا بعض الدفعة الإيجابية للأسعار، لذلك نتوقع أن هناك بعض التصحيح على تعاملات اليورو اليوم. في الانتقال إلى الاسترليني الذي لا يزال يتداول بطريقة منخفضة، وأذكر إلى أن هذا الأسبوع أبرز البيانات المالية تأتي على عملة الاسترليني وعلى الباوند، حيث تقرير التضخم يصدر اليوم. ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية جاءت عند أعلى مستوياتها في 7 سنوات، دعم الدولار في الارتفاع وجاء ليضغط سلبا على العملات المقابلة كاليورو والباوند. وكان قد أشار وزير الخزانة الأمريكية مينوش أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي معلقة حاليا، طبعا بعد انخراط للتفكير بالخلافات حول الجمارك والتعريفات الجمركية، لكن الأسبوع الماضي كانت المحادثات جدية ولكنها حاليا في موقع التجميد. أذكر أيضا أن CPI أو المؤشر أسعار المستهلكين الذي يعطي إشارة عن التضخم في الولايات المتحدة جاء عن شهر ماي عند 0.2%، وهي قراءة إيجابية. معدل التغيير بالأسعار هو مؤشر CPI، وطبعا هذا المعدل يعطي صورة عن مدى استهلاك المستثمرين عندما يشترون السلع والخدمات، لذلك كلما ارتفع كلما كان إيجابي على الاقتصاد. هذه البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة تعطي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في شهر جون نتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة. ترند الهابط على الاسترليني يأتي على حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما في التحليل الفني نرى أن مستويات دعم عند 1.3460 ومستويات دعم أخرى في حال اخترق هذا المستوى عند 1.3338. أما مستويات المقاومة اليوم تأتي عند اختراق 1.3460 لهذا، هذا هو الخط الفاصل اليوم، في حال اختراقه نتوقع أن يصل إلى مستويات 1.3570. استطاع التعافي الذهب في تداولاته من أدنى مستوياته تقريبا في 5 أشهر، لكنه تراجع بالرغم من انخفاض الدولار في تداولات صباح اليوم الجلسة الأسيوية والأوروبية، وهذا ربما بسبب جني الأرباح والبيع من قبل المستثمرين لجني الأرباح على أسعار الذهب الذي يتداول حاليا بين مستويات 1293 و1290. في الانتقال إلى أسعار النفط الذي يتداول في ارتفاع منذ مطلع هذا العام ووصل إلى أعلى مستوياته عند 73 تقريبا، دون مستويات 73 عند 72.50 دولار للبرميل. هناك مستويات دعم قوية عند 71 دولار، في حال كسر هذا المستوى نتوقع أن يهبط، لكن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران هذه تشير إلى خوف من إمدادات بين إيران والشرق الأوسط، وأيضا انخفاض المخزونات الأمريكية جاء ليعطي دفعة إيجابية على أسعار النفط. في الانتقال إلى أسعار داو جونز الذي يتداول حاليا في مسار استمراري صاعد، كما نرى في الرسم البياني هذا المثلث يعطي إشارة إلى استمرارية لارتفاع الأسعار. حاليا تخترق مستويات 24860 التي حام حولها الأسبوع الماضي، ونتوقع أن يصل إلى مستويات نتوقع أن نرى مستويات 25000 في تداولاته لليوم للداو جونز. لمتابعة الأخبار الاقتصادية والتقارير التحليلية أدعوكم لزيارة موقعنا على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة.